بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. النهارده هنعمل مع بعض كرواسون ساده من غير جبنه ومن غير حشوات خالص. انت حابه تحطي فيه الحشوه اللي تعجبك بطريقه سهله قوي، بطريقه بسيطه جدا، اي حد يقدر اللي هو يقوم على طول يعمله. بصي قد ايه هو هاش وجميل، بصي وطري معاكي، مش ناشف ولا اي حاجه. ده كده انا مش حاشيه حاجه، لكن دوت حط على وشه سكر زي ما انت شايفه كده، برضو طري وهاش جدا زي ما انت شايفه. نفتحها مع بعض كده، بصي مورقه ازاي من جوه، جميله جدا، طعم كمان حلو قوي وريحته كمان جميله قوي. ودوت كمان اللي هو مش محشي ولا اي حاجه، ساده خالص. بصي نفتحها من جوه كده واوريها لك من جوه قد ايه مورقه وجميله جدا. اتمنى النهارده الوصفه بتاعتي تعجبك، قومي على طول نفذيها للولاد، مش هتاخد منك وقت خالص وهتعجب الولاد في الفطار او في العشاء جنب كوبايه شاي في الشتاء كده زوم الامتحانات، يعني حاجه بسيطه. روحي بقى اتفرجي على الوصفه، هسيبك تتفرجي على الوصفه، ان شاء الله هتعجبك والطريقه سهله. بس ما تنسيش كده تدوسي لي لايك واشتراك لو انت اول مره تشرفيني وعجبتك القناه بتاعتي. هسيبك تتفرجي على الفيديو. كمان وصفة سهلة كده وسريعة ايام الامتحانات، بنبقى محتاجين اللي احنا نذاكر للولاد اكتر، وبنبقى محتاجين نعمل اكل سريع كده، فحبيت النهاردة اعمله معاكم كده لفطار لعشاء. هنبدأ مع بعض كده نقول المقادير مع بعض. بسم الله، معايا 5 كوبايات دقيق زي ما انت شايفة كده، كمان معايا كيس خميرة، 1 فانيليا، معايا 1.25 كوباية مية دافية للعجن، مية دي تتحملها زي كده، ربع كوباية، لا كوباية ونص، كوباية ونص مية دافية للعجن، ربع كوباية زيت، 2 معالق سكر ورشة ملح. هنبدأ دلوقتي كده مع بعض الخطوات. اول حاجة هحطها الكوباية والنص مية، حطيت كوباية ونص مية، طبعا الكوبايات العادية خالص زي كوباية الدقيق كده، بصي دول 4 كوبايات ودي كده هتبقى 5 اهو، الكوباية اللي هي العادية، الكوباية اللي انت تعيري بها الدقيق هي الكوباية اللي انت تعيري بها المية. حطيت كوباية ونص مية، هنزل عليهم هحط بعد كده الخميرة زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هحط السكر 2 معلقتين سكر، وهبدا ان انا اقلب ده كده كله مع بعض، تقليبه بسيطه مش كتير يعني، ده مش كتير يعني زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هنزل بيه الزيت، ربع كوبايه الزيت، طبعا لو انت مش عندك المعيار دوت برضو هيبقى ربع كوبايه من الكوبايه اللي احنا عيرنا بيها الدقيق والميه. بعد كده هنزل بيه كيس الفانيليا، تمام كده، وهقلب تقليبة تاني. بعد كده هحط على طول ال5 كوبايات دقيق، وطبعا معايا كوباية دقيق كده على جنب ملهاش علاقة بالوصفة، عشان لو عوزنا دقيق، لو عوزت مية تحطي 5 كوبايات دقيق. وهنزل كمان برشة الملح اللي احنا قلنا عليها في الاول بالشكل ده كده بس، وهبدأ بقى اقلب كل المقادير كده كلها مع بعضيها لحد ما تتماسك معايا وتبقى عجينة متماسكة. هبدأ ان انا اقلب كده، زي ما انت شايفة كده، لو حسيت اللي هي محتاجة مية هحط، حسيت ان المية بتاعتها كتير والدقيق ومحتاجة دقيق هحط دقيق. هقلب بقى بايديا عشان اقدر ان انا اخلطهم مع بعض كويس. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اعجنها بايديا كده زي ما انت شايفة لحد ما تلم معايا وتبقى عجينة متماسكة. خلاص دلوقتي بعد ما عجنتها بالشكل دوت كده، هبدأ بقى احطها هنا في الطبق اللي احنا كنا بنعمل فيه، وهغطيها واسيبها بقى يعني تقريبا كده ساعة لحد ما تخمر معايا، ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخمر هتبقى نعملها مع بعض اهي بالشكل دوت كده. زي ما انت شايفه كده انا غطيتها، غطيها باي كيس بلاستيك عندك، وهتسيبيها بقى كده على رخامه المطبخ لحد ما تخمر معاكي. هنغطيها كمان بالفوطه عشان تخمر كويس، هسيبها بقى كده حوالي ساعه، ساعه ونص يعني على حسب الارتفاع بتاع الخميره بتاعك. بعد ما تخمر هرجع لك ان شاء الله وهنكملها مع بعض ونشوف هنقسمها ازاي وهنعملها بايه. ودلوقتي بقى بعد ما العجينه خمرت معايا زي ما انت شايفه كده هنقسمها ونعملها مع بعض. هبدأ كده بسم الله،
بصي مش هعمل فيها اي حاجة غير اللي انا اكورها كور. هجيب جنبي صينية تكون نظيفة زي كده اهي، وهرش فيها شوية دقيق بالشكل ده كده، هعمل ايه بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده همسك بقى العجينة بتاعتي كده وهكورها على الحجم اللي انا عايزاه، يعني انا عايزاها الحجم ده كده اهو بالشكل ده كده. مش هتعملي حاجة، زي ما انت شايفة كده باخد الكرة كلهم قد بعض بالشكل ده كده، وبكورها بالشكل دوت وهحطها هنا. بصي انا دلوقتي كده كورتهم بالشكل دوت كده، طلعوا معايا 21 كرة. هغطيهم بقى واسيبهم لمدة 10 دقايق تستريح شوية، وبعد ما تستريح هوريها لك هنعمل فيها ايه. ودلوقتي بعد العشر دقايق حضرت معايا هنا طبق فيه سمنة او زبدة على حسب المتوفر عندك، وكمان فرشة عشان هقولك هنعمل دلوقتي ايه. همسك بقى واحدة واحدة كده معايا، هبدأ اللي انا احط شوية دي كده عندي على الترابيزة او الرخامة، وابدأ اللي انا افردها. بس حاولي وانت بتفردي تفردي كله مقاس بعض، يعني كله حجم واحد بالشكل ده كده. دلوقتي بعد ما فردتها بالشكل دوت كده، بصي حاولي تخليها دايره. هجيب بقى طبق عندي واروح حطها كده زي ما انت شايفه، وبعد كده هجيب السمنه اللي انا قلت لك عليها وهحط شويه سمنه كده، ادهنها بالسمنه يا رب يكون واضح. بالشكل ده كده، وهبدأ اعمل واحدة تانية ونفس الحجم بتاعها. وحاولي وانت بتعمليها بالنشابة تخليها كلها مقاس بعض علشان خاطر يبقوا كلهم فوق بعضهم. زي ما انت شايفة كده عملت تاني واحدة، وهبدأ احطها برضو عليها زي ما انت شايفة كده اهي، فردت معايا بقت زي الفل اهي، هحطها كده عليها. وبرضو هكذا السمنة، هدهنها برضو سمنة، وابدأ اعمل بقى العملية ديت على مع كل العجين، يعني كل ما افرد واحدة هروح حاطة في وسطيها سمنة كده او زبدة، واروح حطهم فوق بعضهم بالشكل ده كده. نعمل واحدة تانية، نحط برضو شوية دقيق كده، ونحط فوقيها برضو شوية دقيق عشان تتفرد معايا بسهولة. طول ما العجينة مستريحة معاكي هتتفرد معاكي حلو جدا. بالنشابة بقى ديت، بالنشابة اللي هي الاتنين مع بعض اللي هي بتتفرد وتتعمل كده، سهلة جدا، بس انا مش متوفرة عندي، ومتوفرة عندي ديت، بس التانية اسهل بصراحة. يعني اهي بالشكل دوت كده بتفضلي تفردي فيها، بس حاولي وانت بتفرديها تعمليها دايرة، يعني ما تبص منك وتبقى مربع او مستطيلة او معوجة، لا وسطاني ايديك هتتفرد معاكي كويس. هعمل معاكم اخر اتنين كده عشان اوريكم برضو اللي ما فهمش في الاول. بصي اعملي كده، هي بتتفرد معاكي خلاص، العجينة استريحت معاكي لما سبتيها 10 دقايق. بصي بالشكل ده كده تتفرد معاكي بكل سهولة. النشابة اتفكت، منصحش حد يجيب النوع دوت خالص، التانية احلى ان شاء الله لما انزل هشتريها، احلى من دي، عملية على الاقل مش بتوجع الايد، ديت لما بتعملي حاجة كده بتوجع الايد، يعني بتعملي حاجة لفترة طويلة بالشكل دوت كده. هنعمل واحدة تانية مع بعض، برضو نحط شوية دي كده، ونبدأ اللي احنا ايه بالشكل ده كده. بالشكل دوت كده انا خلصت خلاص، هبدأ بقى اللي انا اعمل ايه. بصي زي ما انت شايفة كده انا حطهم فوق بعض، وتعمدت اللي انا استنى شوية عشان احط معاكي الباقي وتشوفيهم انا حطيتهم ازاي. انا دهنت هنا سمنة اهي، هبدأ اللي انا احط ديت نفس الرصة ونفس الشكل، وزي ما انا قلتلك خليهم كلهم حاولي يبقوا مقاس بعض. هدهن برضو سمنة هنا كده بالشكل ده كده، بصي كده اهو بالشكل دوت كده، وكمان هحط عليها بقى واحدة تانية بنفس الشكل ده كده. برضو وانتي بتحطيها حاولي تفرديها كده اهو بالشكل دوت عشان يبقى كلهم ايه مقاس بعض، وبرضو هندهنها سمنة. خلاص كده زي ما انتي شفتي اخر واحدة، اخر واحدة بقى معايا هدهن كده، بس مش هدهن فوق الوش،
اهي بالشكل دوت كده. انا غطيتها بقى باخر واحده بس، مش هدهن سمنه هنا زي ما انت شايفه كده. زي ما قلت لك ما دهنتش اخر وش دوت، دي اخر حاجه ما بتدهنش عشان بعد كده لما نيجي نفردها. هغطيها بقى بكيس بلاستيك، عندك الاستريتش دوت غطيها بيه، وهندخلها الثلاجه لمده 10 دقائق. بعد ما تطلع من الثلاجه ان شاء الله هوريها لك، وهنقسمها ازاي ونقطعها ازاي. الخطوه اللي بعد كده مهمه جدا، ركزي فيها شويه، هتلاقيك انت عملتي كرواسون احلى من اي محل بره، واحلى من 100 فرنه بالشكل دوت كده. هدخلها الفرن، دول كده 21 واحده فوق بعض. هدخلها الفرن ايه؟ هدخلها الثلاجه، هدخلها الثلاجه واوريها لك لما تطلع ان شاء الله. دلوقتي بعد ما طلعتها من الثلاجه بالشكل دوت كده، هنبدا بقى نفردها مع بعض. هجيب شويه دقيق عندي، هبدا ان انا افردهم كده على الترابيزه او على الرخامه زي ما انت شايفه. وبعد كده بقى هبدا ان انا اشيل منها الاستريتش دوت بالشكل ده كده، وهجيبها كلها احطها قدامي على الرخامه بالشكل دوت كده. هبدا بقى ان انا افرد فيها بس واحده واحده اهي بالشكل ده، ابدا افرد بايديا، وبعد كده هبدا ان انا افردها بالنشابه وهوريكي ازاي دلوقتي. تبداي تفردي فيها لحد ما تبقى ايه مفروده على الاخر. ودلوقتي بقت بالشكل دوت بعد ما فردتها. بصي اتفردت معايا بقت قد ايه. هنبدا بقى دلوقتي نقطعها مع بعض ونشوف هنقطعها ازاي. هتبداي تقطعيها اربع ارباع بالشكل ده كده، ومن هنا كمان كده كده اربع ارباع، وبعد كده هنقطعها النصين كده، الربع هنقطعه نصين بالشكل ده كده. سهله معاكي قوي وانت بتقطعيها اهي بالسكينه او بقطعه البيتزا، يعني باللي عندك اتصرفي بيه، مش هتقف على حاجه بالشكل ده كده. وكمان هنقطع كل ربع، هنقطعه الربع قطعناه اتنين، والنص الربع هنقطعه نص تاني بالشكل ده كده اهو. بصي دلوقتي بعد ما قطعتها بالشكل دوت كده، هجيب النهاية بتاعتها اللي هي الحتة الأخيرة، واروح قطع منها حتة بالشكل دوت كده اهي زي ما انت شايفة. كل واحدة هقطع منها حتة برضو صغيرة كده، يعني مش هقطعها انا، يدوب هفتحها كده، لان لما اجي اعملها تعمل معايا شكل. هوريكي دلوقتي. بصي بقى دلوقتي زي ما وريتك كده، اللي احنا بنفتح الحتة اللي تحت ديت اهي عشان خاطر هنلفها مع بعض بقى. بصي تعالي اوريكي كده لما تيجي تلفيها حاولي الاتنين دول تبعديهم عن بعض كده ماشي. هتبدأي بقى تلفيها كده بالشكل ده كده اهي بالشكل ده كده زي ما انت شايفة كده. نعمل واحدة تانية مع بعض اهي. بصي زي ما وريتك كده الاتنين دول، مش هتلفيهم بقى كده على طول، لا هتفتحيهم كده اهي بالشكل دوت، وتروحي تانية كده وانت بتتني حاولي تشدي على بره كده عشان تديكي شكل اهو. بصي سهل قوي، مفيش ابسط من كده. نعمل واحدة تانية مع بعض بالشكل دوت. على فكرة سهل قوي وسريع جدا، مش هياخد منك وقت، بس عشان انا بشرح لك واحدة واحدة فانت حاسة اللي هو ايه صعب، لكن هو سهل جدا. قومي على طول نفذيه، وتقريبا كده برضو كل المكونات موجودة في البيت معاكي. مش هتكلفك كتير، لكن هتطلع طعمه حلو قوي النتيجة في الاخر، وعيالك هينبهروا بيكي بحاجة هما كانوا بيشتروها من الفران والكلام دوت. انت بتأتي اللي انت تعمليها في البيت بالشكل دوت كده. نعمل تاني واحدة تانية مع بعض. طبعا انت لو عايزة تحشيه ممكن تحشيه جبنة، ممكن جبنة رومي، ممكن لو عايزة تحشيه شوكولاتة هيبقى طعمه تحفة، لكن انا مش حابة احشيه اي حاجة، حابة سادة كده اهو. ينفع للفطار، للعشاء جنب كوباية شاي بلبن، واحنا دلوقتي في الشتاء هيبقى حلو قوي معاكي. هبدأ برضو الف ديت كده بالشكل دوت، هعمل بقى الكميه وارجع لك. دلوقتي بقى بعد ما حطيتها في الصينيه بالشكل دوت كده، هبدا بقى ادهن الوش بتاعها. هدهن الوش بتاعها بايه؟ ده صفار بيضه، وحط عليه واحد فانيليا بالشكل دوت، مش حاطه بياض عشان ما يبقاش سايل قوي معايا.
ويقع مني على الصينيه يبقى شكلها وحش لما تطلع من الفرن. اهي صفار كده بالشكل دوت كده، وهبدا ان انا ادهن بيها اهو بالشكل دوت كده اهو. طبعا لو انت مش عايزه صفار البيضه او البيض ممكن تحطي لبن وتحطي معاه نص معلقه نسكافيه ونص معلقه سكر، هتديكي نفس النتيجه. حتى لو انت عاملاها بالجبنه برضو تحطي برضو اللبن والنسكافيه برضو هيديكي نتيجه حلوه. هعمل بقى بقيه الكميه وارجع. بصي زي ما انت شايفه كده، دي انا دهنتها بالصفار البيضه، ودي دهنتها بشويه لبن كده عشان هحط عليها سكر من فوق الوش. ده سكر عادي اهو، هحط كده شوية سكر عشان تدي شكل حلو. هحط شوية سكر مش كتير كده فوق الوش عشان تدي طعم. بس طبعا انت لو عايزة تحشيها اي حاجة ممكن تحشيها شوكولاتة تبقى من السكريات يعني، او تحشيها مربى هتبقى طعمها حلو قوي اهو بالشكل دوت كده. وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، يعني اعلى حاجة عندك في الفرن، بس يكون الفرن انت مشغلاه بقالك شوية عشان هي هتدخل على فرن حامي يعني. هدخلهم الفرن ووراهم لك لما يطلعوا من الفرن ان شاء الله. ده بقى شكل الكروسون بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا قد ايه حلو قوي وطري كده وهش. ده اللي انا حطيت على وشه سكر بعد ما طلع من الفرن. بصي طري ازاي، تعالي اوريهولك كمان من جوه. بصي مورق ازاي من جوه، شايفاه قد ايه حلو وجميل. بصي بقى اللي هو اللي انا حطيت على وشه صفار البيض، بس مش حاطه من فوق سكر ولا اي حاجه، برده طري اهو ما فيهوش اي حاجه. بصي بصي قد ايه مورق من جوه وزي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. اوفر طبعا واحلى من بره بكتير جدا. يعني عملت بقى 5 كوبايات دي عملت 16 واحده. شوفي احنا بنشتري الواحده تقريبا ب 3 جنيه وب 4 جنيه على حسب المكان اللي انت عايشه فيه، وما نعرفش معموله ازاي، فتعمليه في البيت احسن وامن كمان، ومش بياخد وقت خالص منك، وحاجه بسيطه كده لزوم الامتحانات كده وقت الفطار ووقت العشاء. اتمنى يكون النهارده الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تدوسي لي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.